على القعدة على مية ومحل الربيع. نور الثورة في قلبي ما زال حي. وراجع راجع لبلادي عبر الجبال. لين تتلاقى رفاقي عالساح رجال. وراجع راجع لبلادي عبر الحدود. اللي قاموا به الليمات الكرهب اللي يدور والتاكسيات وغيرها راهي في نطاق التحقيق ومحاولة حصر الهدف. هذه المرحلة اللي مرين بها هو التحقيق على الهدف والتركيز عليه، على التحركات، على وين كيفاش نمشي، وقتاش نخرج، وقتاش نرجع الى اخره. وتحديد زاد كذلك المكان المادي جغرافيا، هو معناها شفيه من الانهج المؤديه للدار الى اخره. وعلمت انا الطلب من المره الاولى اللي سمعت بالحكايه، مشيت علمت على وزاره الداخليه بالداخل، مش وزاره الداخليه، المركز معناها نتاع الجهه، وبعد رئيس المنطقه، وقاموا بالاجراءات والتحريات اللازمه. دقاش 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 إلهي، لقد تم بيع التذاكر للآخرة ولم أجد المال والوقت والعذر كي أقتني تذكرة، فمزق تذاكرهم يا إلهي ليسعد قلبي، ألم تعد الناس بالمغفرة. إلهي إلهي لينبت دود مكان البلح، ذهبنا جميعا إلى الانتخاب ولم ينتخب أحد من نجح. يا العريض يا شباب جيش تونس لا يهاب. يا العريض يا شباب جيش تونس لا يهاب. نقول لهؤلاء، نحن ندرك تمام الادراك ان ضريبة الحرية غالية، ان ضريبة الكرامة غالية، وكانت ضريبتها الدم، هذا الدم الذي يسقي تراب تونس، الذي يروي تونس، من اجل ان تظهر راية الحرية، ان تظهر راية الكرامة، ان تظهر راية النصر لكل ابناء تونس. سنرسل رسالة لأولئك في الضفة الاخرى، كما يقول الشاعر محمد الصغير ولاد احمد، نحب البلاد كما لا يحب البلاد احد، صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم الاحد، ولو شردونا كما شردونا، ولو قتلونا كما قتلونا، لعدنا غزاة لهذا البلد، لعدنا غزاة لهذا البلد. دعوات الى التوافق الوطني، ينتظر تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل. مكتب التنفيذي لحركه النهضه بالامس كان مجتمع على مجتمع الى ساعه متاخره من الليل. اليوم هل ننتظر من النواب او من المعتصمين اي حل وفاقي مع حركه النهضه؟ لا، واحنا الحل الوفاقي اليوم ما نجمش يكون تحت سقف المطالب نتاعنا، معناها مطالبنا اليوم هي اكلي ادرجناها في البيان نتاعنا، والنهضة إذا حاولت أن تناور أو أن تقسم الصفوف فلن تجدنا. نحن هنا سنواصل اعتصامنا، والوفاق قلت لك ما يعملش تحت السقف هذايا، إذا قبلت
إيقاف الحكومة وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني. النجم نفتح حوار ولكن تحت هذا لا يمكن لنا أن نتفاوض. نحن حريصون على أن يبقى شعبنا موحدا، لا نريد الانقسام. انظروا محنة شعبنا الشقيق في مصر، لابد أن نأخذ العبرة، لا نسقط في نفس المأزق ونفس الخطأ. نوصل رسالة للشعب التونسي انه يلزم يحطوا اليد في اليد، على خاطر فما برشا زلام تجمع يحبوا يسقطوا الحكومة، يحبوا ينقلبوا على الشرايع. ونحب نقول كلمة للاخوان السلفية وحزب التحرير، نحن لهنا على كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله، وليس لنوصل حركة النهضة او حزب سياسي، بل كلمة واحدة لا اله الا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. التواجد نتاعنا لهنا اليوم اولا لدعم الشرعيه، لدعم صندوق الانتخابات اللي جابته 23 اكتوبر. نحبوا نحافظوا على الشرعيه نتاعنا ونمشيوا للانتخابات الشرعيه في 17 ديسمبر، ومتواجدين اول حاجه باسم الحفاظ على الاسلام من اعداء الدين اللي يتربصوا بينا واللي يحبوا الدوله تولي دوله علمانيه. وين تتلاقى انت دي عالساحة رجال؟ رسالة حاجة بركة انت بخش على ربي، هذيك الرسالة الوحيدة. أجدادنا وآباؤنا قدموا شهداءهم من أجل الانتصار في معركة الاستقلال ضد الاستعمار، وقوافل الشهداء لم تنتهي في عهد الدكتاتورية والاستبداد. نحن مع تحصيل الثورة، نحن مع كل مقترح إيجابي يقدم ببلادنا وبثورتنا إلى الأمام، وضد كل أي نوع من أنواع الانقلاب. هؤلاء الذين يتكلمون باسم الشعب، رأينا ماذا أعطاهم الشعب يوم الاقتراع.